عليكم اخواني المشاهدين. باختصار على السريع، في ناس تعاني هذه الايام من نقص المشاهدات والتجميد في اليوتيوب. هي طريقه على السريع كذا بسرعه مختصره، ما فيها مثلا فهلويه وزي كذا، هي طريقه صغيره. تروح اول شيء القناه، هذه ارجعها لك من البدايه، هذه بدايتها. تروح على تخصيص، هذا تخصيص هنا، وترجع تروح على الإعدادات، ومن الإعدادات تروح على القناة، ومن القناة تروح على الأهلية لاستخدام الميزات. لازم هذه الثالثة هنا، الميزات المتقدمة اللي هي رقم ثلاثة، هذه لازم تكون مفعلة. إذا هي مكتوبة عندك مؤهلة بدون مفعلة، المشاهدات تتجمد وتنزل لتحت ويتلخبط عليك السجل. لازم، لان هذه تسوي لك سجل نشاطي في القناه. لا تصدقوا احد يقول لك مثلا نزل برنامج اكثر من الفيديوهات، لا، لازم هنا. هو صح لازم تكثر من الفيديوهات، بس هنا الكلام كله هنا في هذا. طبعا هذه تثبتها انت عن طريق هويه او عبر فيديو او سجل النشاط، بس سجل النشاط هذا يتاخر، يجلس شهرين. فاحسن شيء بطاقه تعريف، يعطيك 24 ساعة وتجيك الرسالة، وشكراً.